أكيد مو بابا. سوهان، تحسين كورلوتاج هو العدو الوحيد بحياتي. أكيد لا. طيب، بكرة رح تشوفي إنه أبوك هو اللي ورا هذا الموضوع. رح أحكي معه. أنت بس قولي له إنك مع جسور بالسيارة، وشوفي كيف رح تكون ردة فعله وقت يدرى. شو هاليوم هاد؟ لك مو طبيعي أبداً. هاي سوهان، وقف عندك لأحكي مع وقف. عم تتصل؟ أخيراً؟ ألو سوهان، كيفك يا بابا؟ ها أنا منيح. بس أنت وينك؟ برا البيت. ها منيح. وين؟ وين طلعتي؟ مع مين؟ ليش هالسؤال؟ ولا شي، بس قال لي صالح مو أخذ سيارتك، قلقت عليك لهيك. عم صالح رجع على البيت؟ ايه اليوم رجعته وكل الأمور صارت تمام. غريب، كرهان الوحيد اللي بيعرف اني مو أخذ سيارتي. معناها كرهان خبره لصالح. بس انتي لوين رايحة؟ يعني انا بدي اشوفك. أنا وجسور طلعنا مشوار سوا. سوهان، رح نروح لبرا المدينة. طلعنا بسيارته. أوعك لا تركبي بالسيارة. ليه بقى؟ سوهان، نحن هلأ بالسيارة. سوهان انزلي فورا. ليه بقى؟ شو في بابا؟ اسمعيني، أخوك وجاهدة تخانقوا ومحتاجينك سوهان. انزلي من السيارة وتعالي. سوهان يلا تعالي. طلع الحق معك. يلا طلع أبي ورا القصة. يا ربي ليش هيك عم بصير؟ حاسة راسي رح ينفجر. ليكي اتركني، عم يكذب. لك عم يكذب علي. كذاب أبي، كذاب أبي، كذاب. أنت ما بتتوجع لأنك شخص ظالم كتير؟ لا ليش هيك؟ ليش؟ سوهان اهدي شوي. كذب علي. ماشي بس روقي شوي، لا تبكي. يلا تعالي معي، حرارتك مرتفعة ولازم تفحصك الممرضة فورا مشان أطمن عليك. يلا أبي. يلا. طلع واحد كذاب، أنا مو مصدقة اللي عم بصير. ممكن تتفضلوا على السيارة؟ إيه جايين فورا. يلا تعي معي. على مالك، لا تبكي. تحسين بيك بترجاك فوق، ما بصير هيك مشان صحتك. تحسين بيك. تليفونها خارج التغطية. ليش؟ شو خبرتك؟ يعني راحت معه؟ ايه معقول يكونوا عملوا حادث باللحظة. الله لا يقدر. روق يا بيك. انا بدي بنتي، جيبولي بنتي يا محمد. حركوا. هو اسعاف، طلبوا الاسعاف فورا. وصلنا خبر هلا. خبر شو؟ احكي، بنتي صار لها شيء؟ ما عرفنا شيء للأسف. اتصلوا بالنجدة من نص ساعة تقريبا، وصارت الفرق بالمكان.
شو عم تحكي؟ قبل نص ساعة؟ ايه تمام، تحسين بيك مو حكيت مع سوهان قبل شوي؟ عرفان. طيب جيب مي، روح جيب مي بسرعة. وقت حكتني كانت مكتشفة الموضوع. ليش هيك؟ ليش؟ ليش؟ طبيعي، نبهتها ما تركب السيارة فعرفت. خسرت بنتي، خسرتها. شو صار بالإسعاف؟ ليكن جايين على الطريق. اهدى تحسين بيك، روق شوي.